إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أينما كنتم، وأهلا بكم وسهلا في قناة بيجابيو بيرماكولتور للزراعة المستدامة. سنقوم في هذا الفيديو الجديد بتجربة أو زرع العنب من البذور في القهوة، كبسول القهوة، أو محاولة جعل مكان نشرب فيه القهوة، مكان نشرب فيه القهوة إلى وسيلة للزراعة. فكيف يمكن أن تنجح معنا هذه العملية؟ بالمعروف أن القهوة هي تربة خصبة جدا 100%. لماذا؟ لأنها تحتوي على عدة عناصر معدنية ومعادن لنمو المزروعات والبذور، باعتبار أن القهوة مخصبة للنباتات وهي جد ممتازة للغرس والتربة وللزراعة. لماذا؟ لأن القهوة تحتوي على الفوسفور والبوتاسيوم، ورغم أن نسبة الأزوت أو النيتروجين بها قليلة، لأن النيتروجين موجود في لافيونت دو بول أو ما يسمى بقايا الدجاج تشيكن مانور، إلا أن القهوة تحتوي على عناصر صغرى منها كالمغنيسيوم والكالسيوم والنحاس. وبما أن القهوة نباتية تصلح كمادة عضوية وخصبة جدا للتربة. فننطلق إخواني، وأنتم ستشاهدون الحلقة من البداية للنهاية، فمرحبا بكم. العملية تبدأ وتنطلق على الشكل التالي. نبدأ أولا بنزع غطاء القهوة، ونهيئ المكان الذي سنقوم بالزراعة فيه، ولأن القهوة صلبة جدا نقوم بشقها بهذا الشكل لنتمكن من وضع حبوب العنب. طبعا نحن قد استهلكنا الكبسول ديال القهوة في الشرب، والباقي منها نستعمله للزراعة. نفك الغطاء مرة أخرى بهذا الشكل، نفك الغطاء ونشق المكان لزرع حبوب العنب. نقوم بهذه العملية لتسهيل عملية خروج البراعم. ثم نأتي بالبذرة أو بذور العنب ونضعها في الكبسول أو في القهوة، ونرد عليها بهذا الشكل. ثم بعد ذلك نقوم بعملية السقي. أنا قمت بسقي البذور بشاي الكمبوست، لأن شاي الكمبوست هو يساعد البذور على الخروج. بهذه العملية التي نقوم بها، وشيء الكمبوست هذا قد أعددته طبعا، من أراد منكم الرجوع إلى الحلقة أو الفيديو سيجده عندي ويتتبع المراحل من البداية للنهاية. ولتكون العملية فعالة طبعا من الضروري
من الضروري أن نقوم بتغطية التغطية بهذا الشكل، ونحبس عليها الهواء حتى تكسب النبتة أو حتى تكسب البذرة الدفء الذي يساعد بدوره على خروج البذرة أو خروج النبتة. والعملية ضرورية، عملية التغطية ضرورية. لماذا؟ لأننا نساعد بهذه الطريقة في إسراع خروج البذور أو البراعم. عمليات إخراج البراعم الأولى أنا كندير هذه الطريقة ولقيت بأنها ناجحة 100%. أنا نوريكم مثال. السيبري أو ما يسمى بشجر السرو اللي زرعت ونجحت معايا العملية. شجر السرو اللي زرعته فهو أخضر. إذن كل العملية أنا كنغطيها باش تنجح معايا العملية 100%. مثل هذه مثلا، إذا التغطية أساسية، فكنقوم بالتغطية باش نسهل عملية خروج البراعم الأولى حبة العنب. إذا بعد مرور عدة أيام، تختلف المدة، قدر تكون يمكن تكون 10 أيام، 15 يوم، 10 يوم أو 20، وهكذا. إذا بعد مرور المدة تخرج بإذن الله البراعم الأولى. تخرج حبات العنب بهذا الشكل. وأنا قمت بالتجربة في مكان آخر وخرجت حبات العنب معها حبة من الزيتون. من بعد إن شاء الله سأقدم لكم فيديو حول زرع الزيتون من البذور. إذا هذه البذرة، بذرة الزيتون، كانت مع هذه الحبات من العنب فخرجت. إذا العنب من البذور خرج بهذا الشكل من البذور. ولكي أقوم بغرس البذرة في مكانها، إذا نقوم بشق أو بتقطيع أو تمزيق آنية البلاستيكية بهذا الشكل، ونحذر أن نمس الجذور. إذا نقطع أو نقوم بتمزيق بلاستيك نقطعه بهذا الشكل حتى تأخذ الحبة مكانها المناسب بهذا الشكل. ثم نقوم بوضعها في مكانها حتى تنمو وتزيد في نموها.
ويمكن أن نصب عليها القهوة بهذا الشكل. ونقوم بعملية السقي ولا ننسى هذه العملية الأساسية وهي التغطية. تغطيتها حتى تنمو وتأخذ مكانها المناسب. نفس الشيء نقوم بها بهذه. التغطية أساسية لأن تساعد على خروج البراعم كيف قلنا، مثل ما فعلت بعقلة صغيرة، قمت بالتجربة من عقلة الليمون وقمت بوضعها في هذا المكان بنفس الطريقة وقمت بتغطيتها، ولاحظت بأن البراعم أرادت أن تخرج. إذا التغطية أساسية ومهمة ومفيدة. إذا بهذه المادة التي قدمت أصل إلى النهاية، وأتمنى لجميع الإخوة والأخوات التوفيق والسداد، ورمضان رحمة ومغفرة وعتق من النار، وأن ينجينا الله من الأمراض جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى عمل جديد وبالتوفيق إن شاء الله.